أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من الأردن، تقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، عندما أقوم بقراءة القرآن الكريم أحس براحة في قلبي وكذلك في الصلاة، أما عندما أتذكر عذاب القبر وعذاب جهنم فإنني أخاف كثير وأحس بأن عملي غير مقبول وأعمالي الصالحة غير مقبولة ولن تنجيني من عذاب القبر، ما الحكم في ذلك؟ مأجورين. أما الخوف من عذاب القبر والخوف من العذاب عموما ومن غضب الله، هذا أمر مطلوب، لكن لا يصل إلى حد القنوط من رحمة الله عز وجل، بل المسلم يتوسط بين الخوف والرجاء، فيرجو رحمة الله ويخاف من عقاب الله ويتوسط، لا يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء ولا يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، فإنما يكون متوسطا. قال تعالى في أنبيائه: ويدعوننا رهبا ورهبا، وقال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إلا عند الموت، عند الموت فإنه يغلب جانب الرجاء لأنه لا يستطيع العمل في هذه الحالة. ذكر بعض العلماء ذلك أنه عند الموت يغلب جانب الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وهذا الذي ذكره السائل أو السائلة هذا من الشيطان، كونه يتصور أنه لا يقبل عمله ويشتد به الخوف إلى هذا الحد، أنه لا تقبل توبته، لا يقبل عمله إلى آخره، كل هذا من الشيطان. فعلى المسلم أن يرفض هذه الهواجس وهذه الوساوس، لأن هذا معناه القنوط من رحمة الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ويقول سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم.